السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدورة 15 بطولة القسم الوطني الثاني هو شطر الشمال الشرقي. النتائج ديالها كانت كالتالي: قدس تازة ينتصر على نادي أزرو 2-0، نهضة سلوان ينتصر على الرجاء الحسيمي 2-1، النصر الفاسي ينتصر على اتحاد الشاون 3-0، نادي شباب العرائشين هازم أمام نادي الفندق 1-0، طلبة تطوان ينتصر على النادي القصري 1-0، دفاع حمرية ينتصر على الكوكب الفاسي 2-0، نادي حسين زكرسيف ينتصر على نهضة زيو 2-0. لاحظتوا معايا كل الفرق انتصرت وهي مستقبلة في ميدانها، إلا فريق شباب العرائش الذي انهزم في ميدانه 1-0 أمام نادي الفنيدق. غادي نشوفوا الترتيب، أصبح كالتالي: الصف الأول دفاع حمرية بطل الخريف 34 نقطة، الصف الثاني نادي الرياضي أزرو نادي الرياضي إفران ب 24 نقطة، الصف الثالث حسين تقرسيف نادي الرياضي الفنيدق 23 نقطة، الصف السادس الشباب سلوان 22 نقطة، الصف السابع نادي الرياضي القصري 21 نقطة، الصف الثامن جمعية قدس تازة 19 نقطة، الصف التاسع النصر الفاسي 17 نقطة، الصف العاشر كواكب فاس 17 نقطة، الصف الحادي عشر نهضة زيو 16 نقطة، الصف الثاني عشر طلبة تطوان 12 نقطة، الصف 13 شباب العرائش 11 نقطة، الصف 14 رجاء الحسيمية 9 نقاط، والصف 15 اتحاد الشاون 9 نقاط فقط. بالنسبة لنتائج الدورة 15 من بطولة قسم الثالث الممتاز عصبة الشمال، شباب أصيلين هزم أمام جورة مسنانة بهدف لهدف واحد، وداد طنجة ينتصر على شباب دغاليم 3-0، أولمبيك وزان ينتصر على شباب ديبال 3-1، رجاء العرائش ينهزم أمام جورة العرائش في ديربي محلي 1-0، رجاء البوغاز ينهزم أمام علم طنجة 1-0، محيط أصيلة ينهزم أمام السلام قصري 3-1، أطلس مرتيل ينتصر على أجكس طنجة 2-1، وأمل الفنيدق ينهزم أمام الشباب المضيق 1-0. الترتيب كما يلي: جوهرة مسنانة الصف الأول 31 نقطة، أجكس طنجة الصف الثاني 30 نقطة، الصف الثالث شباب المضيق كذلك 30 نقطة، الصف الرابع وداد طنجة 29 نقطة، الصف الخامس شباب أصيلة 24 نقطة، الصف السادس شباب بن ديبان 24 نقطة، الصف السابع أولمبيك وزان 23 نقطة، شباب دغاليين 23 نقطة، الصف التاسع أطلس مرتيل 21 نقطة، الصف العاشر رجاء البوغاز 19 نقطة، والشباب علم طنجة 19 نقطة، الصف الثاني عشر جوهرة العرائش 18 نقطة، وأمل الفنيدق 18 نقطة، الصف الرابع عشر السلام القصري 15 نقطة، الصف 15 المحيط الأطلسي 6 نقاط، ورجاء العرائش الصف الأخير بأربع نقاط فقط. نشوفوا الآن بعض النتائج الأخرى. بالنسبة للبطولة النسوية قسم الثاني شطر الشمال، رجاء البوغاز ينهزم أمام نادي جوهرة العرائش ب10-1، نتيجة كبيرة حققها نادي جوهرة نجم العرائش بطنجة بالقرية الرياضية 10-1، نتيجة تبين أن الفريق سيقول شيئا هذا الموسم. بالنسبة للنتيجة المتبقية وهي حسنية طنجة الذي انهزم أمام وفاق الساحل بهدفين لهدف واحد بالقرية الرياضية بطنجة. دمتم بخير وإلى اللقاء.